أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. مثل ما بتعرفوا اليوم طبعا موضوع الحلقة، في عندي مشكلة يظهر بس دقيقة واحدة. مثل ما بتعرفوا اليوم آسف كتير. طبعا موضوعنا اليوم راح يكون الآيات الإرهابية رقم 4، وعلى فكرة في صديق، هلا أول صديق متابعنا، القناة هي جديدة، فبتمنى من كل أصدقائنا يساووا سكرايب للقناة حتى يعني يقدروا يتابعونا، لأنه في مشاكل بالقناة الأولى صار عندي، فهي القناة الثانية بتمنى يعني مثل ما بقولوا تتابعونا فيها. على كل أصدقائي، خلونا نرحب بالبداية بأبو الحكم. أبو الحكم، أهلا وسهلا فيك حبيبي. أهلا وسهلا بك جان حبيبي، وسلم على كل المشاهدين اللي يتابعونا. أهلا وسهلا أبو الحكم. أبو الحكم، خلينا نتابع مع بعض الآيات الإرهابية اللي موجودة في القرآن. شو عندك من جديد من الآيات الإرهابية؟ تفضل. طبعا احنا كل اسبوع نعرض آيات محددة حتى يتأكدوا المسلمين انه الآيات كلها من تفسير ابن كثير، وجاي نركز على الآيات اللي تحض على القتل والإرهاب. واليوم اختاريت من سورة الأنفال الآية 12. الآية تقول: إذ يوحي ربك إلى الملائكة إني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. يعني أعتقد الآية تصرخ، تقول شنو المعنى اللي بيه، يعني واضح، لكنه إحنا طبعا ما نقرأ إلا من التفسير ابن كثير، حتى كل ما أمر على فترة راح أحاول أشرح بعض الأمور اللي ما تكون واضحة للأخوة المشاهدين، ونشوف الآية والتفسير الآية شو بتقول. وقول الله: إذ يوحي ربك إلى الملائكة إني معكم فثبتوا الذين آمنوا، وهذه نعمة خفية وهذه نعمة خفية أظهر الله لهم ليشكروا عليها. أي رب هذا يشكرون ربهم عليه أنه يساعدهم على القتل، وهو أنه الله أوحى إلى الملائكة الذين أنزلهم لنصر به ودينه وحزبه المؤمنين، يوحي إليهم فيما بينه وبينهم أن يثبتوا الذين آمنوا. قال ابن إسحاق: وازرهم، وقال غيره: قاتل معهم، وقيل كثروا سوادهم، وقيل كان ذلك بأن الملك كان يأتي الرجل من أصحاب النبي فيقول: سمعت هؤلاء القوم، يعني المشركين، يقولون: والله لأن حملوا علينا لانكشفن فيحدث المسلمون بعضهم بعضا بذلك فتقوى انفسهم. حكاه ابن جرير، وهذا لفظه بحروف. وقول الله: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، يعني هذا إله يلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، مجرد انهم ما آمنوا بكتابه يلقي في قلوبهم الرعب، يعني يلاحظوا الكلام البشري من هذا الكلام. أنا ما أتخيل أب يلقي الرعب بقلب ابنه حتى يخليه مثلا ما يسوق بسكليت أو مثلا ما يلعب كورة. يعني أول مرة أسمع أنه واحد لمجرد اختلاف الفكر يلقي في قلوب المختلفين الرعب. يعني أي ثبتوا أنتم المؤمنين وقوا أنفسكم، على أساس أنه هذا إله يعتبر أب للكل، يعني وهو مثل ما يقول مسيطر على كل شيء. ليش خايف من الذين كفروا يريد يقتلهم؟ يعني أنا ما أقدر أتخيل إله أنه يقتل المخالفين لأنه ما يصدقون به،
ويلقي في قلوب المهمين الرعب يعني، والرعب بس لو على المقاتل، ما يخالف النساء والأطفال وما يهمه، بعدين ياخذهم كلهم سبايا. وقووا أنفسهم على أعدائهم عن أمري لكم، بذلك سألقي الرعب والذلة والصغارة، يعني شوف هاي كلها ذلة وصغار ويعني إهانات، على من خالف أمري وكذب رسولي، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، أي اضربوا الهام ففلقوها واختزوا الرقاب فقطعوها وقطعوا الأطراف منهم، وهو أيديهم وأرجلهم. شوف هنا، شوف ايش قد حلو هذا الاب، الاله الرحيم ايش قد حلو يحكي. شوفوا ايش يقول، يقول اضربوا الهامات، يعني اضرب يعني شلون تضرب الراس من النص على المناخير وعجبه هنا، يعني اضربه بالسيف حتى تقطم راسه نصين، او قطع رقبته واقطع ايده ورجله. هذا اله يدعوك انه تعبده، يريد بهذه الطريقه انت تعبده، انه اللي ما يامن تقطع له راسه ورجله ولا ترحمه. يعني يقول اضربوا لهم ففلقوها واحتزوا الرقاب، احتزوا يعني قصوا الرقاب، فقطعوها وقطعوا الاطراف منهم، وهي ايديهم وارجلهم. وقد اختلف المفسرون في معنى فوق الاعناق، فقيل معناه اضربوا الرؤوس، قالها عكرمه، وقيل معناه اي على الاعناق فوق الاعناق يعني، وهي الرقاب قال الضحاك وعطيه العوفي. ويشهد لهذا المعنى ان الله ارشد المؤمنين، انا اتذكر مره الهامات شرحها هذا اللي بمصر اللي لزموه، والله شو اسمه، ابو سكسوكه، نسيت اسمه، هذا اللي لزموه كان من الاخوان المسلمين، كان برابعه موجود، كان انا ما اتذكره بصراحة. والله اسمه شنو كان. المهم هذا كان يشرح انه شلون فلق الرقاب، يقول تضربه بالرأي يعني كان كان يضحك يعني كان يضحك ايوه يعني كان يضحك ويشرحها، وهي ذكر الدارات ضحكة تافهة، وانه فلان عم بيعلم ابنه كيف تضرب الرقاب يعني. ذكرت مو؟ تذكرت الحادثة بس اسمه ايوه يقول له هذا، ذكرتني على اساس علي بن ابي طالب يقول للابن يعلمه شلون يقطع الرقاب، يعني يضرب الهامه، يعني يضرب القصه بالنص ويفلق الراس نص، الوجه نصين مع الراس يعني. هذا يعني وفرحان يقول هذا الكلام يعني. حتى مره طلع واحد سعودي يعني يقلد على اساس يعلمهم شلون يقصون الرقبه، والكل يضحكون يعني. هاي التربيه الاسلاميه. هذا طبعا تفسير ابن كثير، هذا مو تفسير الان يعني، هذا اصح التفاسير. ويشهد لهذا المعنى ان الله ارشد المؤمنين الى هذا في قول الله، فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق. وقال وكيع عن المسعودي عن القاسم قال النبي اني لم ابعث لاعذب بعذاب الله، انما بعثت لضرب الرقاب وشد الوثاق. يا وثاق اسمع، يعني هذا مو يعني ما جاي يعذب عذاب الله، بس المهم يقطع الرقبه، يعني هاي شيء بسيط على اساس يعني دجاجه وعم يقص راسه او خروف مثلا يذبح. هم هو ما عم يحرق يعني، عذاب الله هو عندهم الحريق، هو هي عذاب الله، ولكن لا القطع الرقاب قطع الاطراف مو عذاب الله، عذاب نبيه محمد. لا حتى حرق عمل، وانت شفت داعش جابوا احاديث ابن تيميه يعني، او وعلي احرق 80 واحد ذبهم بخندق وحرقهم كلهم يعني. وابن عباس شو يقول انا يعني ما عجبني العقوبه اللي سواها، ما يقول مثلا غلط او شيء، يعني انا عندي اختلاف بيه، مثل اختلاف الاخوه يعني المؤمنين بيناتهم يعني. يا ابو علي ليش، ابو حسن ليش تسويت، ليش حرقتهم يعني، هيك معاتبه يعاتبه يعني، كانه ذولا كانوا شو اسمه يعني حشيش ويحرق بيهم يعني، مو حتى الحيوان حرام تحرقه يعني. واختار ابن جرير انها قد تدل على ضرب الرقاب وفلق الهام، فلق
الراس يعني تفلقه بالنص، يعني شلون الوجه من صفحه وصفحه اللوخ يصير نصين، يعني وشه الراس يصير الجمجمه تتفرق نصين يعني. فيفلق هاما، فيقول ابو بكر: من رجال اعزه علينا وهم كانوا اعق واظلم، على اساس يعني هم ظالمين يعني، لانه ما يدفعوا لك الجزيه، قصدي ما يدفعوا لك الزكاه او ما يصلون. امرت ان اقاتل حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويشهدوا ان محمدا رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتوا الزكاه، اذا ما سويت هالاشياء خلاص انت يعني مقتول مقتول. فيبتدئ محمد بأول البيت ويستطعم أبا بكر إنشاد آخره، لأنه كان لا يحسن إنشاد الشعر، كما قال الله: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. لعل ليش كان عندك حسان بن ثابت اسمع على شنت. وقال الربيع بن أنس: كان الناس يوم بدر يعرفون قتل الملائكة ممن قتلوهم بضرب فوق الاعناق. عليه من تضحكون بهذا الحكي، على اساس الملائكه كانوا هم اللي يضربون ضربات فوق الرقاب. خوش انتم بعد قعدون انتم ضد الملائكه تحارب عنكم، بعد ليش تروحون تحاربون انتم؟ هو كان يقدرون يطلعوا كل الكره الارضيه يخلون تحت امركم وخلاص، بعد ليش تعبانين؟ كان الناس يعرف قتل الملائكة ممن قتلهم بضرب فوق الأعناق وعلى البنان، ثم سمت النار قد أحرق به، وقول الله: واضربوا منهم كل بنان. قال ابن جرير: معناه واضربوا من عدوكم أيها المؤمنون كل طرف ومفصل من أطراف أيديهم ورجلهم، والبنان جمع بنان، كما قال الشاعر: ألا ليتني قطعت منه بنانه ولاقيته في البيت يقظان حاضرة. وقال علي بن أبي طلحة عن أبي عباس: واضربوا منهم كل بنان، يعني بالبنان الأطراف. وكذا قال الضحاك: الأطراف بعد معروفة، يعني القدم، الكف، الأطراف أو المرفق، المهم يعني اليد والرجل، وانت اختار براحتك يعني. وكان الضحاك وكذا قال الضحاك وابن جرير قال السدي: البنان الأطراف، يقول كل مفصل. وقال عكرمة وعطية العوفي والضحاك في رواية أخرى: كل مفصل. وقال الأوزاعي في قول الله: واضربوا منهم كل بنان، قال: أضرب منه الوجه والعين وارمه بشهاب من نار. جان بعد الحلقات الجاية راح تجيك شغلة تسمير العيون وش اسمه، احاديث يعني كان فوق ال 25 حديث، كل احاديث صحيحه وحسنه. انا ما اقدر يعني ما اقدر صراحه اختصرتهم الى 5 احاديث، لانه كله يحكي عن اللي قطعوا ايديهم ورجليهم وعافوهم بالحر وسمروا عيونهم، يعني حديده حاميه يخليه بعين، هاي محمد بايده سوا. وارمه بشهاب من نار، فاذا اخذته حرم ذلك كله عليك. وقال ما اعرف شنو يعني حرم، فاذا اخذته حرم ذلك كله عليك، ما ادري يعني لياكل صراحه ما ادري. وقال العوفي عن ابن عباس فذكر قصه بدر الى ان قال: فقال ابا الحكم، طبعا ام سيدنا ابو جهل انا سميتها ابا الحكم: لا تقتلون قتلوا، ممكن هذا ابا حكم ثاني ما ادري بعد، لا تقتلوهم قتلا، كن خذوهم اخذا حتى تعرفوهم الذي صنعوا من طعنهم في دينكم ورغبتهم عن اللات والعزى. الصور يقصد هنا ابو الحكم لان يحكي عن اللات والعزى. فاوحى الله الى الملائكه: اني معكم فثبتوا الذين امنوا، سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان. الايه. فقتل ابو الحكم ما اعرف يا يقصد الصراحه في 69 رجلا، واسر عقبه بن معيط فقتل صبرا، فوفى ذلك 70، يعني 70 قتيلا. ما اعرف هنا يا ابا الحكم يقصد، مو مهم، المهم انه قطع براحتك يعني. بس هاي سوره الانفال 19 خلصت، والله 19 سنه الأنفال آية 12 عفوا، الآية 12. هسه راح يجينا الأنفال 39، إذا عندك سؤال أو شيء.
عندك سؤال جان؟ صوتك ما اسمعك. طبعا اخي اسف كثير، انا بس اصدقائنا المتابعين كنت عم بكتب له انه القناه القديمه صار فيها مشاكل بالحساب تبعها، لذلك عم نسجل على القناه هاي. على كل انا بتمنى من اصدقائي يعني يقدروا يوزعوا الرابط هذا عشان الناس تشوف، ويعني عندي مشاكل بالقناه القديمه، فهي القناه الجديده لايف على طول راح نبث عليها مباشر، فبتمنى الناس تعرفها يعني شوي شوي لنشوف حتى نلاقي لها حل للقناة القديمة. بصراحة يعني القناة القديمة فيها تقريبا 6000 مشترك، ويعني على الفاضي عم يعني راحت 6000 مشترك، فبتمنى الناس تشوف القناة هاي. على كل حال أنا يعني بقدر أحمل على القناة القديمة، راح أحمل الفيديو هذا كمان على القناة القديمة وأحط رابط القناة هاي تحت الفيديو. بتمنى من أصدقائي اللي يشوفوه على التسجيل يتابعونا على القناة، قناة اللايف. ما بعرف أبو الحكم إذا في عندك آيات أخرى كمان تكمل فيها، أنا راح أفتح سكايب مباشر، أصدقائي إذا بتقدروا تتصلوا فينا كمان أهلا وسهلا، ممكن يعني 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 الحرب مستمرة عليك يعني. المشكلة هاي هي الحرب مستمرة والصلاعنة ما وقفوا، حتى بصراحة سووا لي مشاكل بالحساب القديم، فيعني مالي غير أصدقائنا، يعني أصدقائنا هن اللي يساعدونا بهالمشكلة هاي، الصلاعنة ما وقفوا الحرب يعني وملحداه، صيح يا ملحداه كلهم يجون. والحداه والحداه الحقونا. يعني بقى شو بتقول للصلاعنة هذول اللي ريبورتات على شغال على بطال، ولا وفي بيسوي كليم انه كوبي رايت عندك وشو، ما في شيء من هالشيء، فيديو انا مساوي بيعملوا كوبي رايت انه هذا قلنا الفيديو، يعني تصور الفيديو مساوي انا. تعرف جان يعني هاي حيلة الضعيف، هم يعني انا ما شفت مرة دخل مسلم يناقشك يقول لك هاي الآية قلتها معناها هيك، أو الحديث الفلاني يجيب لك حديث مقابل. كنت أتمنى هالشيء يعني واحد يدخل ويانا يقول أنتم غلطانين برسالة بتداخل، تناقشونا يا أخي، ناقشونا إذا إحنا غلطانين، إحنا جاي نجيب لكم من أمهات الكتب، من تفسير ابن كثير وصحيح البخاري ومسلم، أنتم ليش يعني هالقد خايفين؟ من شنو خايفين؟ تروحون تبلغون علينا؟ يعني أنتم تثبتون نفسكم أقوياء إيش تسوون؟ هيك تريدون تنشرون دين بهالطريقه؟ دائما اللي يشتكون عليه دائما هو الصوت العالي، احنا الصوت العالي النا، يعني انتم دائما ما تقدرون تدافعون عن نفسكم، عباركم اذا اشتكيتوا علينا بهالطريقه راح توقفونا، احنا نلقي 100 طريقه وطريقه. يعني مثل واحد عشان وحده تيجي يقول لك انه فلانه عم تخونك، تقوم تضربه للشخص هذا وتقتله لانه قال لك انه فلان عم تخونك، يعني يا شباب المسلمين شوي هيك فكروا شوي، يعني الله خبرت وسويت ريبورت وسكرت القناه وفتحنا قناه ثانيه، يعني راح نسكت؟ ما راح نسكت اكيد يعني، فما بدالكم، ونحن ما لنا غير اصدقائنا الملحدين يعني يساعدونا بنشر القناه، وراح نرجع نوقف على اجرينا نساوي قناة أخرى والثانية والثالثة ورابعة، لكن البرنامج أنا متأكد ما راح يوقف حتى لو قل عدد المشاهدات حاليا، ما في أي مشكلة، بس أكيد راح نوقف على جرينا مثل ما بقولوا، وطز فيهم في ربهم في نبيهم في كل هالشلة التافة هاي اللي ما بقدروا بيدافعوا غير بالسيف والقتل والريبورتات، يعني لو كنا قدامهم كان أبدا المسدس جاهز، لو بالفيس هيا الى يا كفار. هذول هن. على كل اصدقائي طبعا هذا الفيديو راح احمله على القناه القديمه، بقدر احمل على القناه القديمه، بس المشكله صار في اللايف، اللايف هون على هالقناه هاي، راح احمل الفيديو هذا على القناه القديمه وراح احط الاسم الرابط تبع القناه الجديده تبع اللايف، وانا بتمنى من اصدقائي اللي بيشوفوا التسجيل يسوي اشتراك بالقناة الجديدة،
حتى يتابعونا لايف. طيب تفضل ابو الحكم. بس بدي اقول لك نقطه جان، انت تعرف هذا الشيء صح يضوجنا ويزعجنا، بس من ناحيه اخرى يسعدني. يعني تدري ليش؟ لانه الشخص اللي ما مأثر على احد ما حدا يتقرب منه، لما شافوا احنا تاثيرنا قوي دائما صار يركض وراني. هاي معناته احنا حارقين مزبوط، يعني حارقين دم، مشان هيك يجمعوا اصحابه يتفقوا كيف يعملوا. سال حكى لي مره، قال لي كيف يتجمعوا كلهم ويعملوا يتفقوا يعملوا ريبورتات على شخص كلهم مع بعض، يعني مفكرين بهالطريقه راح يقدرون يوقفونه. وبعدين هي لو احنا ما مأذيهم ما كان يسوون هالطريقه، ولو احنا يعني مهمشين كنا او مو مهمين لهم كان ما يشتكون علينا، بس يعرفون احنا تاثيرنا قوي على مدى يحاربونا. على كل حال قلت اكيد، ومثل ما قال اخونا احمد حرقان، يعني كل ما هجمتوا علينا بنقوى اكثر. يعني هلا يعني هجمتوا على هذيك القناه فسوينا قناه جديده، وهي راح تكون اقوى من هذيك انا متاكد. يعني خلال اسبوع اسبوعين بتلاقي رجعنا مثل الاولي واحسن. يعني فعملوا ما بدالكم، الحسابات ببلاش وكل شيء ببلاش. يعني تفضل اخي حكمات، خلينا نكمل في الايات الارهابيه. تفضل. اوكي، ندخل على الايه الارهابيه الثانيه من سوره الانفال، ايضا الايه 39. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله، فان انتهوا فان الله بما يعملون بصير. حتى ما يقول الله يرحمهم، يعني جاي يراقبهم. يعني وقول الله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال البخاري حدثنا الحسن بن عبد العزيز عن ابن عمر أن رجلا جاء فقال يا أبا عبد الرحمن ألا تصنع ما ذكر الله في كتابه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الآية فما يمنعك أن لا تقاتل كما ذكر الله في كتابه؟ فقال يا ابن أخي أعير بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أعير بالآية التي يقول الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا إلى آخر هذه الآية. قال فإن الله يقول وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. قال ابن عمر قد فعلنا على عهد محمد إذ كان الإسلام قليلا وكان الرجل يفتن في دينه، أما أن يقتلوه وأما أن يوثقوه، ومتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة، فلما رأى أنه لا يوفقه فيما يريد قال فما قولكم في علي وعثمان؟ قال ابن عمر أما قولي في علي وعثمان، أما عثمان فكان الله قد عفى وصات، يعني كيف يعفي، عفى عنه وكرهت من يعفو الله عنه. وأما علي فابن عم محمد وختنه وأشار بيده، وهذه ابنته او بنته حيث ترون. وحدثنا احمد بن يوسف عن سعيد بن جبير قال خرج علينا او الينا ابن عمر ما فقال كيف ترى في قتال الفتنه؟ فقال وهل تدري ما الفتنه؟ كان محمد يقاتل المشركين وكان الدخول عليهم فتنه، وليس بقتالكم على الملك. هذا كله سياق البخاري. وقال عبيد الله بن نافع عن ابن عمر انه اتاه رجلين في فتنه ابن الزبير فقالا ان الناس قد صنعوا ما ترى، وانت ابن عمر بن الخطاب وانت صاحب محمد، فما يمنعك ان تخرج؟ قال يمنعني ان الله حرم علي دم اخي المسلم. ليش تكذبون انتم؟ بعد المعارك اللي صارت بين علي ومعاوية شنو كان؟ هو معارك ما خلصت، حسن وحسين وعلي وعثمان والخوارج والروافض وكلكم أكلتوا بعض، يعني صرتوا أوادم براسي هسه. قال أولم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ قال قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين كله لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. المهم هذا الشيء عاد مرة أخرى، ما أريد أدوخكم به. عن
أقاتل رجلا يقول لا إله إلا الله أبدا؟ فقال سعد بن مالك وأنا والله لا أقاتل رجلا يقول لا إله إلا الله أبدا. فقال رجل ألم يقل الله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ عروة بن الزبير وغيره من علمائنا حتى لا تكون فتنة، يعني همنا يعني حتى لو الشيء ده همنا تقدر تقتله حتى لا تصير فتنة أنت تقدر تقاتله يعني. وقاتلوا حتى لا تكون دين الله. المهم يكون قال الضحاك عن ابن عباس في هذه الآية قال يخلص التوحيد لله، وقال الحسن وقتادة وابن جريح دريج ويكون الدين كله لله، أن يقال لا إله إلا الله وقال محمد بن إسحاق، ويكون التوحيد خالصا لله ليس فيه شرك، ويخلع ما دونه من الأنداد. وقال عبد الرحمن ويكون الدين كله لله. هذا كله إعادة وكلام فارغ، وهم قتلوا كلهم يعني. وهنا يأكد أنه حتى لو شهد الشهادتين تقدر تقاتله، لأنه حتى لا تكون فتنة يعني ما تصير فتنة بين المسلمين. طيب أبو الحكم معنا اتصال من الأخ جانو، خلينا حبيبنا جانو. تحياتي حبيبي جان إليك لأخونا أبو الحكم. طبعا المسلمين دائما يتبجحون بأنه ما في آيات إرهابية وما في ما بعرف شو. طيب أوكي، شيلوا الآيات والصور الإرهابية في القرآن، راح نقولكم أنه أنتم دين التسامح ودين السلام كل بساطة. هذا هو مداخلتي يعني. هم دائما يقولوا أنه الإسلام جاي من السلام. طيب شيلوا الآيات الجهاد، شيلوا آيات القتل والذبح، وراح تكون صافي ونقي، تكون السلام عندكم. هو دين الاستسلام يعني الإسلام. إذا ما بتشيلون يعني أنتم إرهابيين. صحيح، هذا هو مداخلتي وتحياتي لكم. هم إرهابيين أخي جان، هم إرهابيين بكل معنى الكلمة. يعني الإسلام يعني الإسلام، الاستسلام وليس السلام. الإسلام بالشيء يعني الاستسلام للشيء، هي القصة، ليس فيها سلام ولا لها علاقة بكلمة السلام بمعنى السلام. أنا بعرف هالشيء حبيب، بس المسلمين الساذجين يعني أكيد هذول أكيد هالمنطق، فأنا عم بحاول إنه أوصل أحكي معاهم بنفس المنطق اللي هم بيحكوا فيه. على كل أنا تحياتي لكم. شكرا لك كثير جانو، شكرا حبيبي جانو. طبعا اصدقائي انا بتمنى مشاركاتكم، يعني نحن صحيح هلا شايفين مشاهدات قليله، يعني نحن عندنا سبع مشاهدات فقط يعني للاسف الشديد. قناه جديده ونتمنى نكتر اكثر، وبتمنى من اصدقائي اللي عم يشاهدونا يوزعوا روابط القناه حتى بس يساعدونا نرجع المشاهدات مثل الاولين. بشكركم أصدقائي. طيب أبو الحكم إذا تفضل كمل. الكلمة إسلام ينطي معنى، ليس فقط الإسلام ينطي معنى آخر جان. السلام يعني قصدي الإسلام يعني التسليم، يعني الموافقة أو الإذعان للشيء اللي جاي، الرسالة اللي جاية أنت سلم لها يعني توافق عليها او تطبقها، هو هذا الاسلام. مو معناته السلام نهائيا، ما ينطي كلمه سلام يختلف عن كلمه اسلام كليا. يعني كلمه السلام غير الاسلام كليا، لو تجيبها بالمعجم ما بتلقي غير شكل. الاسلام يعني الاذعان، يعني الموافقه على الشيء اللي يجي من الاله على اساس، هو هذا الاسلام. بالضبط بالضبط، الإسلام بالشيء، الاستسلام لشيء معين. الإسلام بها إنه هل الإسلام إنه بهل إنه هل الدفتر هذا أحمر، الإسلام إنه القهوة سوداء، الإسلام بالشيء، الإذعان بالاعتراف وضح علي والإذعان بالضبط بالضبط. والكاتجانو قال كلام حلو، قال إنه عفوا الآيات احنا نقول لكم دينكم زين، بس هو اذا عافوا الايات شالوا حد الرده وشال ايات القتل بعد، هي والاسلام اصلا يذوب من كيف يعني، ما راح بعد
ما حد يبقى عليه يعني، لانه ذاقوا مرارته يعني، فعلى مدى ما يقدرون يشيلون هاي الايات القتل والحرب الرده والشغلات، ما يقدرون يشيلوها. اذا شالوها يعني انت بعد ما تسمع مسلم يبقى، الكل يطلعون من الدين افواجا، مثل ما دخلوا له افواجا تحت السيف راح يطلعون افواجا بس من غير السيف. المهم هذا الكلام، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، في الآية الأخرى فإخوانكم في الدين وقال قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. يعني هنا يعني هم يقول لك إنه حتى لو يعني هو مسلم بس ممكن تكون فتنة تقدر تقتله. أكو آية أخرى تقول وإن طائفتان من المدينة اقتتلوا فقاتلوا التي تبغي حتى تفيها إلى أمر الله، يعني واضحة تقتلون اللي مو ماشي على يعني، وصراحة ما ماشي على أفكاركم، بس هم يقولون لا على الدين ما ماشي. فما عرفنا معاوية كان ماشي على الدين، لو علي يقولون يا يدخل الجنة يا يدخل النار، اثنين هم من المبشرين بالجنة مفتمن، يا يدخل الجنة يا يدخل النار، الله راح يدخلهم شوية هنا وشوية هنا حتى كلامنا ينكسر. ووصلنا إلى سورة الأنفال الآية 60، هاي حلوة شوفها. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا شعار الإخوان المسلمين، السيف والسيفين المتقاتلين، وتحت الكتاب يعني هذا الكتاب بقوة السيف، هذا يعطيك معنى ماكو غير معنى. وعدوا لهم ما استطعتم من قوتهم من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، دائما ارهاب ارهاب، يحجون عن الارهاب مثل ما طلعت قبل حلقه اللي فاتت يمكن عرضنا، لما قال نحن ارهابيون تتذكر جان، قال نحن ارهابيون ونعترف اننا ارهابيون واخرين. نعرضها مره ثانيه للاصدقاء اللي ما شافوا الفيديو، اكيد انا متاكد كل الاصدقاء شافوا الفيديو، بس خلينا نعرضها، خليني بس اكمل الايه وعرضها حتى يشوفون المطابق الايه والفيديو. تفضل تفضل حبيبي تفضل. واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم اخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. هنا واضحه يعني الايه تقول يحكي عن الإرهاب ترهبون العدو. تفضل خلينا الفيديو، يلا خلينا نشوفه سوا. طبعا هي السيد عزام، الشيخ عزام المعروف، كان مجاهد في أفغانستان، يعني بكل صراحة يقولها ولا يستحي. نحن إرهابيون والإرهاب فريضة ليعلم الغرب والشرق أننا إرهابيون وأننا مرعبون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، فالإرهاب فريضة في دين الله. الإرهاب فريضة في دين الله، يعني فلتفهموا يا مسلمين يا أحبائنا يا أخوتنا يا أهلنا، انه لما الغرب ولا الشرق ولا نحن ولا اي كان لما بتهمكم بالارهاب، هذا مو عن عبس، موجود في دينكم وهي اعترافات شيوخكم انه الارهاب فريضه في دين الله. فتصور اله يرهبك بشان تعبده، هو على اساس مو بحاجة عبادتك. يا السلام، تفضل اخي تفضل اخي ابو الحكم. ممكن تخليها مره اخرى؟ أكيد أكيد أخي، دايا بس أرجع إذا طول بعدين مو مشكلة. لا 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 جاهزة. نحن إرهابيون والإرهاب فريضة. أرجع حتى أسوي لها شير دايا وتكون، خلينا نعيدها. تفضل. نحن إرهابيون والإرهاب فريضة ليعلم الغرب والشرق أننا إرهابيون وأننا مرعبون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، فالإرهاب فريضة
في دين الله. أي مرة أخرى يا عادل. الإرهابيون والإرهاب فريضة في الكتاب. ليعلم الغرب والشرق أننا إرهابيون وأننا مرعبون، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، فالإرهاب فريضة في دين الله. الإرهاب فريضة في دين الله. هذا الإله بحاجة للإرهاب حتى يقنع، أو حتى إذا ما اقتنع نافق يصير مسلم منافق، ما في مشكلة بقلبك أنت كافر وظاهرة أنت مسلم ما عنده مشكلة هالإله، المهم يشوف الناس عم تصلي له إن كان بنفاق إن كان بإيمان ما عنده مشكلة، المهم الناس تطوبز له. هذا هو إله الإسلام. يعني اعطوني عقولكم يا مسلمين، فكروا شوي، يعني خلونا نفكر سوا. تفضل اخي ابو الحكم، تفضل. يعني هسه انت تقول لي يعني اكو واحد يقدر يعترض على هذا عزام اللي قاله؟ ما حد يقدر يعترض. يقول جاب الايه، اسق احنا قرينا الايه، هو قال الايه، قال الله الارهاب فريضه بديننا، نحن ارهابيون. يعني بعد شو تريدون؟ يعني إذا تريدون تلوموا ما تقدروا تلوموا، لأنه الآية واضحة تقول تربون بي عدو الله وعدوكم. خلص يعني ما أي واحد ما يقدر ينطق ويا شيء، رأسا يضرب الآية في وجهه. المهم نجي على التفسير. فقال وأعدوا لهم ما استطعتم أي مهما أمكنكم من قوة ومن رباط الخيل. قال الإمام أحمد حدثنا هارون بن معروف عن عقبة بن عامر يقول سمعت محمد يقول وهو على المنبر وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة إلا أن القوة الرمي، إلا أن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، يعني ترمون أعداءكم. رواه مسلم عن هارون عن عبد الله بن وهب. ولهذا الحديث طرق أخرى عن عقبة بن عامر عن الإمام أحمد وأهل السنن عنه قال قال محمد ارموا واركبوا وإن ترموا خير من أن تركبوا. وقال الإمام مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن محمدا قال الخيل لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال بها، يعني توقف الخيل في سبيل الله يعني، فأطال بها في مرج أو روضة فما أصابت في طيالها ذلك من المرج أو الروضة، يعني تخليك تأكل وتشرب حتى لما تروح تقاتل تكون قوية، يعني كانت له حسنات. بعض شلون يضحكون على العقول؟ يعني اي واحد وكل شو اسمه وخلاه براحته وكله وشرب الاحصان الى اجر، يعني شوف لما يريد يجيش لك كل شيء حتى الحجر يعطيك تاكل الحجر يعطيك اجر به، يقول لك وكله وهاي كل حسنات لك، وكل الخير. بس اذا عمل خير تسويه غير شيء ما بقتال ما يقول لك بحسنات طبعا، لانه الحصان تستعمله تروح تقتل به وتجيب سبي تجي لك حسنات، والفلوس يروح بجيب الرسول. الحسنات لك والفلوس لك. انا بس بدي افهم الله، مثلا بيقولوا لك الخمس لله ورسوله، يعني فهمنا رسوله مثلا بياخذ النص الخمس، النص الخمس الثاني الله شلون بده ياخذهم؟ يعني هل الله بحاجة لغنائم مثلا؟ غنائم هلا مثل ما بنعرف بغزوة بني قريظة انه محمد كان من نصيبه يعفور، فهل الله بحاجة لحمار مثلا يغنمه، ولا بحاجة لشوية خيام، ولا بحاجة لشوية ذهب، ولا بحاجة لشوية فضة وأساور مثلا يغتنم؟ هل الله بحاجة لهالغنائم؟ يعني ممكن تفسرنا اياها ابو الحكم، فهمني اياها بس دخيلك. صراحة انت ظالمون، يعني انت ظالمون. هم الخمس يجيبوها لله ورسوله فعلا،
هم يرموها لفوق، ان اخذها الله اخذها، ما اخذها تكون لالن. يعني هم اللي عليهم يعملوها، يرموها لفوق، اذا استلم استلم، ما استلم هم ياخذوها. يعني خداها الله خداها، ما خداها ما رخ... ما خداها. يعني بترجع لرسوله. كيف كنت ظالمون انت؟ هم يرموها لفوق واللي عليهم يعملوه يعني بعد. لا حول ولا قوة الا بالله. يميلوا الحبل من فوق ويعلوه. بسيطة بسيطة، تفضل يا ابو الحكم تفضل. يقول لك تطي للحصان اكل وشرب، هاي حسنات لك. فهي لذلك الرجل اجر، ورجل ربطها تغنيا وتعففا كل اجر هذا. ولم ينس حق الله في رقابها ولا ضرها، فهي له ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء، فهي على ذلك وزر. وسئل محمد عن الحمر فقال: ما انزل الله عليها، ما انزل الله علي فيها شيئا الا هذه الايه الجامعه الفاده، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. المسلمين يقول لك باوع الله مكتشف الذره، القران ذكر الذره. هن مضحكين للأسف، بدهم يتعلقوا بأي شيء، يعني بأي شيء، بس المهم يقول والله صار إعجاز علمي، يعني إعجاز بطيخي. تفضل. رواه البخاري وهذا لفظي ومسلم كلاهما من حديث مالك. وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج أخبرنا شريك عن الركين بن الربيع عن القاسم بن حسان عن عبد الله بن مسعود عن النبي قال: الخيل ثلاثة، ففرس للرحمن وفرس للشيطان وفرس للإنسان. يعني ما أعرف الخيالات والكلام الفارغ، يعني ما أعرف شو منين يجيبونه، قسمون الفرس للرحمن وللشيطان وللإنسان. يعني أنتوا شايفيننا مخابيل نصدق هذا الحكي؟ فأما فرس الرحمن فالذي يربط في سبيل الله، يعني في سبيل الله يعني تروح تقاتل به، فعلفه وورثه وبوله وذكر ما شاء الله. وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليها. كانكم مقامرة قبل. وأما فرس الإنسان فالفرس يربطها الإنسان يلتمس بطنها، فهي له ستر من الفقر. يمكن قصده يعني يأكلها، ماذا يعني شنو يلتمس بطنها من الفقر، وقد يمكن قصده يشتغل عليها ما أدري بعد. وقد ذهب أكثر العلماء أن الرمي أفضل من ركوب الخيل، وذهب الإمام مالك إلى أن الركوب أفضل من الرمي، وقول الجمهور أقوى للحديث والله أعلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج عن أن معاية بن خليج مر على أبي ذر وقام عند فرس له، فسأله: ما تعاني من فرسك هذا؟ قال: والذي نفسي بيده ما من فرس إلا وهو يدعو كل سحر فيقول: اللهم أنت. هاي اسمع، الحصان يدعو، اسمع هاي ما أعرف شو سمعه، فيقول: اللهم أنت خولتني عبدا من عبادك وجعلت رزقي بيده، يعني على الرجال، فاجعلني أحب إليه من أهلي وماله وولده. هاي الحصان يدعو، يعني الحصان يدعو يقول: اللهم يعني خليني يحبني اكثر من اهله وماله وابنه، يحبني. هاي سمعه دعاء الحصان هذا، يعني الحصان اللي يتكلم، اذا الحمار يتكلم فما في غريب انه الحصان يدعي، يعني طبعا يعني مستجابه على فكره، يحس بهانه بعدين اذا ما يدعي، يحس بهانه يقول الحمار احسن مني يعني إذا ما يتكلم. قال محمد: إنه ليس من فرس. قال: وحدثنا يحيى بن سعيد عن أبي ذر قال: عربي ألا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوتين يقول: اللهم أنت خولتني من خولتني من بني آدم نفسها الإحصان، فاجعلني من أحب إلى أهلي ومالي إليه، أو أحب أهله وماله إليه. رواه النسائي عن عمرو بن علي الفلاس مفلس عن الحسن بن ابي الحسن.
عندهم اسامي غريبه، واحد فلاس وواحد ملاس وواحد طلاس، انا بعرف شو هالاسامي. المهم انه قال لابي الحنظليه يعني سهلا، هم حنظليه يعني هم اسم غريب. حدثنا في نواصيها الخير الى يوم القيامه واهلها معانون عليها، ومن ربط فرسا في سبيل الله كانت النفقه عليها كالماء كالمادي يد كالمادة يده بالصدقة لا يقبضها. والأحاديث الواردة في فضل ارتباط الخيل كثيرة. يعني أنتوا ليش ما تجيبون على الحمارة الدعاوي؟ ليش ما تجيبون على البقر؟ ليش ما تجيبون على الخروف؟ طبعا لأنه أنتوا تستعملون الفرس للقتال، يعني ماكو غير شيء. يعني شنو يعني بعد سبب آخر أنتوا تجيبوه على الجمل؟ الجمل اللي متحمل الحار مساعدكم، بس انتوا الخيل طبعا تتعبدوا عباده، لانه رزقكم به جعل رزقي تحت ظل رمحي وخيلي، هاي من عندي. وفي صحيح البخاري عن عروه ابن ابي الجعد البارقي ان محمد قال: الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامه الاجر والمغنم. شايف ايش قد يمدحون بالخيل؟ وقول الله ترهبون أي تخوفون به عدو الله وعدوكم أي من الكفار وآخرين من دونهم، قال مجاهد يعني بني قريظة. وقال السدي عن قال ابن يمان: هم الشياطين التي في الدور، وقد ورد حديث بمثل ذلك. قال ابن أبي حاتم عن عبد الله بن غريب عن أبي عن جدي أن محمدا كان يقول في قول الله: وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، قال: هم الجن رأسا قمزة وعجن. ورواه الطبراني عن عبد الله غريب بن غريب به، وزاد قال محمد: لا يخبل بيت فيه عتيق من الخيل. يعني لا يخبل بيت، يعني ما يتخبل إذا بي خيل. شايف أنت شلون يعني يضحك على الناس؟ شايف إني يجيب لهم أحاديث يضحك بي عليهم؟ يعني البيت اللي بي خيل ما راح يتجننون يعني. يعني صراحة ضاحك عليهم مضبوط كان يعني. وقال مقاتل بن حيان عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هم المنافقون، وهذا أشبه الأقوال، ويشهد له قول الله: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. وقول الله: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، أي مهما أنفقتم في الجهاد فإنه يوفى إليكم. كله 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 يجايكم، يعني كلها حسنات ويأخذ الأموال. حكمة في الأخ تحسين، يعني ما بعرف اخي تحسين عم بيقول. هالاخ تحسين طبعا راح يكون في مناظره على البرنامج هذا، راح يكون يوم الاحد بمناظره مع ليس الكوثري. بس يعني شو عم بيقول الموضوع اللي يتحدث عنه الاخ؟ ايات ارهابيه مضحك جدا، وسانسفه بحلقه كامله ان شاء الله بعد اجراء المناظره الاولى. يعني شو بدك تنسف؟ بدك تقول هدول ما الآيات هدول ما من القرآن يعني؟ ولا المفسرين هدول يهود؟ ولا المفسرين هدول بيكونوا مسيحيين؟ أخ تحسين يعني أنا بصراحة ما بعرف شو أقول لك. تفضل تفضل حكي. أنا راح أقول لك شو يقول. أنا حافظهم المسلمين. أولاً ممكن يقول لك إنه هاي كانت وقت الرسول، هاي اسمها حروب، وكانت دفاعية ما كانت هجومية. أنا دارخهم دول شو يقولون. وهالشيء احنا بعد ما نستعمله باعتبار الاسلام انتشر وما اعرف شنو، هذا كلام فاضي هذا. لانه محمد من خلص جماعته كملوا واخذوا الحرق الاخضر واليابس واخذوا وصلوا لافريقيا واوروبا. واذا يقول انه دفاعيه مردود عليه هذا الكلام. خلي يشوفنا شجاعته ويظهر لنا شلون راح ينسفها. احنا من ننسف كلامه نسف. المشكلة إذا قال كانت مثلا بوقتها لمحمد إلى أسباب نزول وشيء، طيب إلى أسباب نزول بوقتها ولهداك الزمن، معناتها هذا يدحض قولكم أن الزمان القرآن
القرآن صالح لكل زمان ومكان يعني. يعني على الحالتين مردود عليكم يعني، وما بعرف أخ تحسين كيف بدك تنسف وأصحابك وإن كانوا شيعة إن كانوا سنة إن كانوا كل هالناس هي عم تطبق هاي حذافيره. يعني داعش لا تقتل إنسان إلا تقرأ عليه الآيات هاي، داعش لا تحرق إنسان إلا تقرأ عليه الأحاديث، داعش لا تفعل شيء إلا من صلب القرآن والسنة يعني. يا ريت تنسف، يا ريت تنسف وتوقف هالحروب هاي اللي صايرة، يا ريت تنسف كل هالشيء هذا وتوقف الحروب، تقول لهم لا تحاربوا، نحن دين إسلامي دين سمح دين، وتفهم الناس بالعمل، مو تفهم الناس بس بالحكي والله ويعلى الصوت انه ديننا دين سلام، لا دين سلام برهنه عمليا انه دين سلام. وهذاك الوقت نحترمك ونحترم دينك لانه اوقفت الحروب واثبت انه دينك دين سلام بالعمل بالبرهان العملي يعني. تفضل اخي حكمت. زين خلي يقول لنا انه شو وقت خلصت الخلافه الاسلاميه؟ يا سنه خلصت الخلافة الإسلامية سنة 1914، يعني ما صار له تقريبا 102 يعني الخلافة الإسلامية خلصانة، آخرها كانت في تركيا. زين هذول ايش كانوا يسوون الأتراك؟ مو كانوا يروحون يجتاحون الدول؟ أبو بكر ايش سوى؟ عمر ايش سوى؟ عثمان ايش سوى؟ علي ايش سوى؟ معاوية ايش سوى؟ يزيد ايش سوى؟ عبد الملك بن مروان ايش سوى؟ كانوا يتوسعون كله توسع. لا يقول لي كان قديم، هذا موجود وينادون به الشيوخ، يقول إلى يوم القيامة الإسلام صالح لكل زمان ومكان، ومطلوب منكم الجهاد، وجهاد الطلب مطلوب. وأي واحد يقول ما غزا مات ميتة جاهلية اللي ما شارك بغزو، ما طبيعي يعني. يعني ليه يقول لنا هالكلام؟ خلينا نشوف ايش راح يقول واحنا نعرف شنو نجاوبه. وهذا الكلام اللي أنا قلته راح يقوله، وما عنده غير كلام اخر نهائيا، ما عنده، لانه الدلائل كلها ضده. يعني على كل حال ضبطه هو يسمى لف ودوران يعني، مثل الاخوان المسلمين، الاخوان المسلمين تبع جماعه مصر شفناهم على التلفزيونات يلف ويدور حول الفكره، يلف ويدور. يعني المسلم هلا لا تحسين انا ما اظن يكون عنده غير لف ودوران. هاي اسباب النزول هيك، لا هاي ما بعرف شو هاي، لا يعني يجي عينك انت عينك يروح على الدايركت على الموضوع، مستحيل. يعني مثلا الشيخ عزام عم بيقول قال علنا انه الارهاب فريضه في ديننا. طيب يعني ليش تتهرب منه؟ ليش تلف وتدور؟ الزلمه عم بيقول لك الارهاب فريضه في ديننا ونحن ارهابيون ونحن مرعبون، فليعلم الشرق والغرب اننا ارهابيون. يعني كن شجاع مثل الشيخ هذا وقول هذا نحن. يعني شو العيب فيه؟ خلص انت مؤمن بهالقرآن هذا، قرآنك ارهابي، قول انا ارهابي وخلص. يعني ليش اللف والدوران واللعب على الموضوع واللف حول الموضوع؟ تفضل اخي حكمت. تفضل. وانت تتذكر الحويني ايش قال مره لاحد الفيديوهات؟ زين تتذكر لما قال تجيب كم راس وليش ما نرجع للجهاد ونبيعهم ونشتري بيهم، فلوسنا راح تزيد. يعني هو غيره وغيره يعني كلهم قالوا. بس راح اذكرك بمناظره صارت ما اعرف شفتها الاولى بين سالم عبد الجليل واحمد حرقان. احمد يجيب له ايات القتل، هذاك يجيب له ايات المسامحه. يعني شوف هاي اللف والدوران يسووه على اساس ولا تقاتلوا الذين لا يقاتلونكم، ما اعرف شنو هذا. طبعا ها كان بعده بوقت الضعف، لما صار قوي يقول اقسي عليهم، قاتلوا المشركين كافه، واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وين ما تلقيهم اقتلهم. يعني لا يقول لنا الحكي هذا، اخاف محضر يجي ايات خليه يضحك بيه على نفسه، احنا محضرين له ايات اقوى بهوايه. يعني المشكله يعني المسلم يعني يقرأ آية النسخ وما ننسخ من آية أو ننسيها نجيب خير منها أو مثلها. يعني إذا بدك تجيب مثلها ليش تنسخها أساسا؟ يعني شوف الإله المضحك، ليش تنسيه بالضبط؟ ليش ننسيه؟ يعني ليش ننسيه الآية؟ يعني أنت الله كاتبها باللوح المحفوظ وبيعت له إياها بعدين تنسيها؟ شو عم تلعب قمار معه أنت؟ عم تلعب جوج حاني؟ شو عم تلعب أنت معه؟ تفضل اخي احمد. تفضل.
احد المرات واحد اجى على نبي محمد، قال له يا رسول الله البارحه قلت لنا ايه احنا ما نتذكر منها غير بسم الله الرحمن الرحيم. قال لهم اوقفوا، راح رجع لهم ورا ساعه، ما اعرف كم ساعه، قال لهم نسخت. اذا هو ما يتذكر، حكيناه انه مريض بالمرض صرع الفص الصدغي، عند هاي المرض ينسى اي شيء يقوله ينساه، يعني حتى لما قالوا انسحر نفس القضيه يعني. ومحمد كان ينسى كثير ايات. خلينا نشوف تحسين شو جاوبنا، خلينا نسمع تحسين شو جاوبنا. يا تحسين افندي، بصراحة أنا أحبك تحسين، عم بيقول الإسلام كان دولة ولها الحق في الدفاع عن نفسها، هذا أكيد طبعاً، وصلت لأسبانيا عم بتدافع عن نفسها بمكة. الإسلام كان دولة ولها الحق في الدفاع عن نفسها، المهم سأثبت لكم في الوقت المخصص تسامح الإسلام ودعوته للسلام، لكن لا تنسى الإسلام دولة ولها جيش دفاعي. نعم، كان بالمدينة جيش الدفاعي، قام وصل للأندلس، سموه أندلس إسبانيا، راح بيدافع عن نفسه بالأندلس. يا سلام. نعم نحن إرهابيون لمن يحارب الإسلام من الأمريكان والصهاينة، أقصد الحكومات للشعوب. ليش الحكومات، مثلا حكومة إسبانيا اجت حاربتكم بمكة حتى رحتوا تدافعوا عن نفسكم بالأندلس، ما بتسموها يعني. لك أعطيني عقلك، بس أعطيني عقلك شغله شوي. العثمانيين راحوا لنصف أوروبا ووصلوا لهنيك، دخلوا العثمانيين أصلا من أواسط آسيا، شو جابهم لما لتركيا الحالية يعني؟ يا أصلا تركيا مو إسلامية كانت، ها؟ وقت محمد ما كانت إسلامية، ما كانت إسلامية، مصر ما كانت إسلامية، شمال أفريقيا كلما، سوريا، العراق اللي أنت منه، أجوا غزو وغزو. أي حروب دفاعية عم تحكي؟ اضحك على طفل، اضحك على مجموعة ناس ما بيشغلوا عقولهم يعني. يا أخي تحسين، على كلنا منتظرينك أخي تحسين في المناظرة الكبرى مع الأخ ليث الكوسري. تفضل أكمل أخي، تفضل. انت تعرف ايش راح يقول لك؟ يقول لك فان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. يجيب لك هاي الايه، ما ينسى يقول الايه الاخ، يقول لك ولا بلشون ولا يعني لا توقفوا القتال وانتم الاعلون. ذكرني والله بالايه، يعني ما تسوون صلح، لا تهين ولا ما بعرف شو وانتم الاعلون، يعني هاي اي يعني اذا انتم كنتم مسيطرين لا تسوون شو اسمه وقف اطلاق النار. يعني وبعدين هو يقول لي تعرف من كان الاسلام وين كان؟ بس بمكه، حتى المدينه اللي يقولون عليها ما كانت اسلاميه. هم هناك راح اسس الجيش ماله هناك، يعني هو اول ما اجى زحف على مكه مثل ما يقول على اساس يرجع مكه، وراها من مكه انتشر المدينه واليمن والاردن والعراق، وزحف لك على افريقيا وزحف لك على اوروبا وعلى تركيا، ما خلى مكان ما راح عليه، بس ما راح على السود. تدري ليش؟ لان السود ما حلوين، ليش يروح عليهم؟ ليش يهجم عليهم؟ ما بيهم نسوان. اسمعني حلوات. اسمعني ابو الحكم، اسمع الاخ تحسين ايش عم بيقول. الفتح المسلمين لاسبانيا كان نعمه وخير ونشر العلوم في وقت كانت اوروبا غارقه في الظلام. يا سلام. يعني نشر العبوديه ونشر قطع الايدين وقطع الارجل وكل هالخزعبلات هاي كان خير وسلام. شو العلوم اللي نشرتوها استاذ؟ بس فهمني شو العلوم اللي نشرتوها، اي علوم عم تحكي؟ عن اي علوم؟ علوم اللي طالع اول يعني اللي دخلوا الاسلام بالسيف مثل ابن سينا وغيره وغيره، اللي هن اصلا انتم بتعتبروهم ملحدين وكفار وكلهم مكفرين. اي علوم؟ كم واحد طلعوا؟ ما اصلا ما طلعوا يعني مثلا
دولة بقوة الدولة الإسلامية اللي ظهرت بهالقوة والأموال اللي اكتسبتها، يعني لموظف ربع للعلم أو عشرة للعلم أو أقل من 1% للعلم، صدقني لكان هلا التكنولوجيا في البلاد العربية تفوق، مستحيل دولة تلحقها. يعني لنشوف إيش كتب لنا مرة أخرى. فتح الإسلام للعراق ومصر وآسيا والمغرب كان رحمة وخير، ورحمت بهم الشعوب. يا سلام، رحمة وخير ورحمت بهم الشعوب. يا سلام يا سلام. هذا صيده، هذا صيده، خليه صيده، هذا حلو، خليه يجي صيده حلوه هذا. انا عوالي يفتن طلع هذا من هذا المردد للكلام. انا مو قلت لك هسه يقول لك احنا دفاع كان مو قلت لك، لو يقول لك هيك، لو يقول لك احنا الدين سلام ومحبه وما ندعو للقتال بس دفاعا عن النفس. على كل حال اذا كلامه مضبوط راحوا نشروا العلوم دي، ليش تاخروا لعد هم؟ اشو الدول العربيه تحت الارض صايرين، وامريكا واوروبا هم اللي فوق، يعني شنو؟ اريد افهم ليش ما صاروا، اذا هم علموهم العلوم ليش ما صاروا اخر الدول لعد؟ علي من تضحك انت؟ انت كنت تاكل، المسلمين كانوا ياكلون الجراد وياكلون لحم الحمير، كانوا ياكلون الحمار الوحشيه. كان ما عندهم نعال، ما كان عندهم يلبسون. بالقتال راحوا كان ينقلون الذهب على البعير، يجيبون 40-50-100 بعير بس شايل ذهب، تدري؟ يجيبون من مصر، يجيبون من شسمه، إيه هواي نشروا العلم. انتوا رحتوا قضيت عليهم ويدفعوا الجزية وهم صاغرون، نسيت هذا الشيء تحسين؟ انت على من تضحك انت؟ تعال تعال احنا نريدك، هيك اصناف نريدها للمناظرات. انا باقي لي كم شو اسمه الآية هاي تخلص، إذا تحب إذا أكو أسئلة أو شيء، وإذا تحب ننهيها كيفك بعد أنت تدري. باقي شوي وخلص. تفضل حكمة تكمل وممكن نحكي شوي وبعدين ننهي. تفضل. إيه بس بقى شوية. وقال مقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد هم المنافقون، أشبه الأقوال، ويشهد له قول الله: ومن حولكم الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمونه ونحن نعلمه. قول الله: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. طبعا كله يجيكم حسنات، بس الفلوس يروح للرسول، الخمس ماله والبقية توزع بين عصابته ذولا الصعاليك. أي مهما أنفقتم في الجهاد فإنه يوفى إليكم على التمام والكمال. ولهذا جاء بالحديث الذي رواه أبو داود: إن الدرهم يضاعف ثوابه في سبيل الله إلى 700 ضعف. شلون يضحك عليهم؟ كما تقدم في قول الله: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل لكل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يعني صدق صدق ضاحكين عليهم. وهي التبرعات من شنو يجمعوا؟ طبعا من هالأشياء يجمعوا، تدري؟ هاي التبرعات يقول لك الحسنة بعشرة أمثالها، ادفع شو اسمه جنيه ربنا يدي لك 1000 جنيه. هاي بالفيلم مال عادل إمام، فيلم المتسول، كان يقول تدي 100 ربنا يديك 1000، تدي 1000 يديك 10,000، وهكذا. ها هو هذا الضحك على الشعوب، يعني هذا الكلام تضحكون به على السذج. احنا بس جبنا 3 آيات، وبعد اكو آيات هسه راح تجي مثل ما يقول تشيب لها الولدان، يعني عن الإجرام والقسوة اللي انتشرت بها الدين الإسلامي. هذا تحسين ما عنده شيء بعد يضحكنا؟ ما عنده شيء كلام آخر؟ يظهر بعتنا رسالة ثانية الأخ تحسين. هذا مو أسلوب علمي، الأخ يضحك ويسخر. لك يا أخي تحسين، طيب يعني ما بدك إيانا نضحك ونسخر؟ للأسف يعني خليك منطقي شوي. يعني كيف دخلت، يعني قال فتح الإسلام للعراق ومصر وآسيا والمغرب وكل كان رحمة، كيف رحمة؟ يعني كيف تعرف أنت بدفعة واحدة 35,000 سبية أخذوها من شمال أفريقيا، من تونس بالتحديد، تقريبا من المناطق هاي أخذوها لأمير المؤمنين؟ شو الخير اللي إجى على هالشعوب هاي؟
الخير اجى على اهل مكه يا اخي، الخير اجى على اهل مكه، راحوا باعوا شردوا الناس، قتلوا الناس، شردوهم ونسوانهم سبوهم، اخذوهم سبايا نكحوهم. هارون الرشيد يعني كان عنده 800 اقوال طول 4000 جاريه، يعني باعوا للناس بالاسواق. شو الخير اللي جاهم للشعوب هي؟ يعني على مين تضحك؟ يعني يا انت عم تبرر لنفسك، يا معتبرنا اغبياء ما بنفهم، يا 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 انت داخل بالجو مثل ما بقولوا. يعني وصدقني انت عم تقدس شيء موروث، هذا ولا اكثر ولا اقل، انت عم تقدس شيء موروث، هذا اللي وردته عن اهلك عم تقدسه بعمى، يعني بدون ما تفحصه اصلا عقلانيا. تعرف شنو رأس المشكلة جان؟ رأس المشكلة إنه المسلمين حتى الشيوخ منهم يعرفون قشور الدين، ما يعرفون كل الدين. لو يعرفون كل الدين كان يحجون مثل الحويني، يحجون مثل هذا عجزام، يحجون مثل قرضاوي. لو يعرفون الأساس يحجون مثل وجدي غنيم. يعني يحكي لك الخلاصة، هذا يحكي لك الخلاصة، هذا كلام اللي يحكي تحسين وغيره كلام مايع، بس يردون يضحكون بي على العقول. هذا داعش هو الإسلام الحقيقي كان. يعني تريد أم لا تريد، أتأبى أو لا تأبى، شيوخ السعودية ما كفرون، شيوخ مصر ما كفرون، قالوا هم شو اسمه مؤمنين ولكنهم غلطانين، ولكنهم شو اسمه تحملوا الذنوب. قل له كفر، يقول لا ما كفره، هذا مسلم، شلون كفره؟ يعني الأخ تحسين يقول ليش تضحكون؟ مو أنت تقول كلام منطقي حتى ما نضحك. أنت ليش تناقشنا بالمنطق اللي أنت تحكي عليه؟ أنت جاي تحكي أنا كلام مضحك، أي علم نشره؟ مو جاي يقول لك الجمال، 100 جمل كان يشيل الذهب، كان ياخذون السبايا الأطفال. هذا أي دين تحكي عليه؟ يعني ما كان اكو سبايا؟ ما شايف حريم السلطان ايش كان يسوون؟ لا يقول لي هذا كذب، خلي هذا كذب، خلي يحكي لنا قبل ايش كان يسوون. القرآن كله يحكي عن ملكات اليمين والسبي، والاحاديث مليانه بهالشغلات. يعني للاسف الشديد الاخ تحسين رجع كاتب لي انه اخي جان ساثبت لكم ذلك، لا تستعجل. يعني شو بدك تثبت؟ عم بيقول لأخ المناظر بسن والدي وأنا أحترمه رغم التجريح الذي يتفوه به. أي تجريح؟ يعني لما نقول لك الحقيقة، الأخ حكمت لما بقول حقيقة معناتها عم تنجرح. يعني مشاعرك شو مشاعرك؟ يعني أنت عندك مشاعر، نحن ما عندنا مشاعر، يعني على أي أساس عم تنجرح؟ يعني عم بيقول لك الحقيقة، عم بقرأ لك من كتبك، ما عم بيجيب شيء من برا. يعني تعا كذب لي هالشيخ هذا، خلينا نشوفه مرة أخرى هذا الشيخ هذا، كذب لي هالشيخ يا سيد تحسين، قول هذا الشيخ كذاب، هذا ما منافق، هذا اسمعوا للشيخ. نحن إرهابيون والإرهاب فريضة، ليعلم الناس أن الإرهاب والشرك أننا إرهابيون، ليعلم الناس أن الإرهاب وأننا مرعبون، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، فالإرهاب فريضة في دين الله. طيب تحسين يعني هل أنت عندك علم أكثر من هالشيخ هذا؟ هل أنت بتفهم أكثر من هالشيخ هذا؟ يعني أعطيني عقلك شوي تحسين. يعني أنت لساتك شاب وطالع الدنيا جديد وقاري فقه وقاري، يعني غيره شو قريت؟ شو تعرف غير الفقه؟ أريد أعرف أنا وين غلطت، أنا وين غلطت عليه؟ أنا مستحيل ما غلطت لا عليه ولا جبت حتى بطلت أقول صلعومي. قبل كنت أقول صلعومي، لاحظتني حتى هالكلمة أمر. الله ما أنطق غير كلمة الله ومحمد أجيب أسماءهم، بس لا ينتظر مني أقول صلى الله عليه وسلم، هذا خليه ينسى الكلام. المشكلة لما تكذب القدسية اللي يعتقدوا فيها يعتبروك انه سأتي له. يعني لازم لما تحكي باحترام. يعني مثلا انا هلا لازم اذا قابلت بوزي احكي على البقرة تبعته باحترام، هل انت تحكي يا تحسين تحكي على البقرة باحترام؟ يا
يعني هلا لما اشوف واحد بوزي عم بيعبد بقره، هل بتطج له تحيه تقول ما شاء الله على البقره هي المقدسه يعني، ولا بتضحك عليه؟ مثل ما انت بتضحك على اللي بيعبد البقره، انا عم بضحك عليك لانه عم تعبد حجر انت. يعني نفس المقياس، نفس المقياس. ضع نفسك لما تشوف واحد عم بيقدس بقره تضحك عليه من جواتك حتى اذا ما اظهرت له. نفس المقياس، انا بدي اضحك عليك حتى من داخلي لانك عم تعبد حجره. حجره بتعرف ايش حجره؟ وزنب بعقلك. والاخ حكمت ما جاب شيء من برا، يعني ما جاب شيء من الفه تاليف من عنده، ولا الفه واحد مسيحي، ولا واحد يهودي، ولا واحد من خارج الكوكب. لا، كله من كتب اسلاميه وشيوخ هن اللي كاتبينها وكل هالاشياء. تعال نشوف. شوف بعت لنا مره اخرى. لا انا اتحدى اذا يقول انا غلطان عليه بكلمه واحده. انا ما غلطت لا بالدين ولا اي شيء، خلي يقول لي وين غلطت. انا جاي اجيب لك دليل والبرهان وجاي احكي لك التاريخ. اذا هذا الشيء ضوجه مشكلته هذا. هم يدون راعي مشاعر بس هم ما يراعون مشاعر. ايوه لا، هو عم بيقول لي على الشيخ هذا، من هذا لا نعرفه، بدك تتعرف عليه اكتب الشيخ عزام، الشيخ عزام المجاهد الاول في افغانستان، الشيخ الفلسطيني العزام، وروح شوف تاريخه الفقهي او وات ايفر، يعني من كبار الشيوخ. يعني جيب لي الحويني، جيب لي الحويني، هو الحويني شيخ محدث وجدي غنيم، جيب لي وجدي غنيم، جيب لي القرضاوي، دول جماعته كلهم دول نفس الكلام يحكون. اولا هذا غير معروف، يعني لازم يكون معروف. طيب هذا ما معروف، روح شوف الحويني تبعك، شيخ محدثين العصر يعني اللي موجودين حاليا. الحويني هو شيخ المحدثين تبعهم، يعني هو التلميذ الألباني المعروف، ألباني ما غيره يعني، هو الحويني هذا تلميذه. روح على محمد حسان، على الشيخ يعفور، قصدي الشيخ يعقوب هذا. يعني مين بدك نجيب لك؟ يعني شوف الراقصة هذا وجدي غنيم، ولا كل هالزعران هذول، هالعرصات هذول. يعني رجع كتب لنا ثانيا، هؤلاء الخوارج لعنهم الله ولا وزن لهم عندنا. مين انتم؟ مين انتم؟ مين يعني اذا هاد ما له وزن عندك، انت مين؟ انت مين يا تحسين؟ يعني عدم المؤاخذة، أنا ما مو تصغير لشخصك لا، ولكن أنت فقهيا أنت مين؟ يعني إذا حطيناك بين الشيوخ المسلمين أنت مين؟ مين أنتو؟ طيب أنت بتمثل مين؟ إذا الحويني ويعفور وحسان وكل هدول ما عاجبينك، طيب أنت مين؟ القرضاوي؟ خذ هذا مال الحويلي بعثت لك اياه، بتقدر تعرضه؟ لا شوف دايه واحده، اذا بقدر اعرضه ولا لا، اذا دقيقه واحده اشوف اذا ممكن العرض. برنامج مصري هذا، لا ويحكي عن الحويلي، اظن راح يسوي لنا مشاكل، هذا ما اظن اقدر اعرضه. راح يسوي لنا مشاكل ومن غير شيء نحن. اوكي. يعني هنا الكلام واضح يقول بي انه احنا شكوا بي اذا نروح نغزو ونجيب سبايا. على كل حال اذا بده بحط له اللينك تحت الفيديو. يعني المشكله ايه، هو ذات نفسه بيقول يعني ليش الاقتصاد المسلمين مضروب وفقراء كلهم؟ لانه نحن ما عم نغزو. لو كل سنه نروح نغزو وكل واحد يجيب له 10 روس يجي يبيعهم، يعني بهالوقاحة عم بحكي. انت تجي يا تحسين قلنا والله انت شو، انت نبي يعني جديد ولا صحابي ولا شو؟ انت شو مكانك بالاعراب في 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 بقائمة الشيوخ؟ يعني بدي افهم يعني، بس مكانك بالاعراب بقائمة الشيوخ. ثانيا هؤلاء الخوارج لعنهم الله، انتم اللعنة عندكم جاهزة يعني فورا اللعن. طبعا نبيكم كان لعان على فكره تحسين. ثالثا لا تنسى ان الجهاد فرض من فروض الاسلام، واي دلوه بالعالم، دوله بالعالم حتى دول الالحاد عندها جيش وجهاد، نحن الاسلام الحقيقي المعتدل. يا سلام،
يا سلام. على كل على كل نحن ما بدنا نطول بالحلقة يعني. طيب شو بتقول له انه متناقضين بصراحة حكمة يعني. شو عم بيقول؟ لا تنسى انه الجهاد فرض من فروض الاسلام، يعني تعترف انه الجهاد فرض، وفي جهادين، جهاد الطلب وجهاد الدفع. على فكرة مو جهاد دفع فقط، هو جهاد الدفع، الطلب هو الاهم عندكم اصلا عند المسلمين. واي دولة بالعالم حتى الدول الالحاد عندها جيش وجهاد. كيف يعني اي دولة بالعالم عندها جيش وجهاد؟ يعني هلا مثلا مثلا بريطانيا بتقول حي على الجهاد. ما تنسى انا ابا الحكم، يا انا ابا الحكم، مو تنسى يعني، مو تقول لي حكمة، انا ابا الحكم. الحكم اسف اخي ابا الحكم، تفضل. ابا الحكم يعني الحكيم اللي كان موجود وقت محمد، الحكيم الوحيد اللي كان موجود يعني. الحكم انا اسف، انا اعتذر مره اخرى ابا الحكم، تفضل. صراحة يعني احنا يعني مستعدين، يعني خليجي المناظرة، يعني ابسط واحد بينا ممكن يناظر، يعني ما عندنا اي مشكلة يعني. انا اعتبر يعني اصغر واحد منا مستعد اناظر هذا الاخ تحسين. شو اسمه، احنا ما نجيب شيء من عندنا. يعني اذا انا جاي اقول لك ابن كثير يقول اقتنوا فوق الاعناق واقطعوا الروس، يعني انت شو تريد؟ يا دين سلام، دين محبة هذا اللي أنت تحكي عليه؟ لما تروح تجيب أسرى وأطفال وبنو قريظة 900 كلهم قتلتوهم، اللي كان أكو شعر عانى عنده يعني تحت بين رجليه، كان يقطعوه من راسه. يعني ممكن الطفل 10 سنين يظهر له شعر عانى، مع السنة يظهر له شعر عانى. كلهم قتلوهم، يعني ليش قتلوهم؟ يعني إذا هم كانوا يردون بس ياخذون المنطقه، يا اخي حتى هتلر ما سواها. هتلر انا شايف افلام معسكرات الاسرى يلعبون كره قدم، يلعبون شو اسمه، هذا يقولون عليه هتلر الظالم. كان مسوي لهم معسكرات ياكلون يشربون وكل شيء. خلصت الحرب، واثناء الحرب كان يسوون تبادل اسرى، بس انتم حتى الاسرى ما ترحموهم، شو تقطعوا رؤوسهم؟ والله شنو، لانه يهود، لانه محمد تخيل انه راح يرمون حجر على راسه راح يجتاح المنطقه كلها. المرض اللي جاء، مرض صرع الفص الصدغي، هيأ له انه اكو واحد يريد يرمي حجر على راسه، خلاص انتهى بعد هذا. وما دام ظن، ماكو بعض الظن اثم طبعا، وراح اجتاح لك المدينه. احنا ما جاي نجيب شيء من عندنا اخ تحسين، هذا من كتبكم، هذا كلام شيوخكم، يا ريت نحكي شيء من عندنا حتى انت تقدر تمسك علينا شيء. احنا ما نحكي الا من ما ينطقوه وما يجيبوه عن صحابه، والصحابه يجيبوه عن الرسول. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. خلاص. على كل الاخ تحسين رجع عم بكتب بصراحه، تحسين مضحك الى ابعد الحدود. يعني عم بيقول ما بريطانيا احتلت كل العالم. يعني إذا بريطانيا احتلت كل العالم، هل بريطانيا جابت كتاب مقدس وقالت أنا على كتابي المقدس هذا جاي أحتل العالم؟ يعني هل بريطانيا جابت قرآن قالوا واغزوهم واقتلوهم واقعدوا لهم كل بطيخ وكل هالخزعبلات هي؟ جابت كتاب بريطانيا دخلت قالت أنا استعمار وجاي أحرركم، جاي أنشر الديمقراطية، جاي ما قالت أنا جاي بكتاب مقدس من عند الله جاي انشر فيكم الخير ولا البركه ولا الحكي هذا؟ اذا بدك تعتبر الاسلام مثل بريطانيا معناته هذا هو نفس الشيء. بريطانيا غزت العالم، وصح ونحن معك بهالحكي هذا، بريطانيا غزت العالم وامريكا تعتدي على العالم وكلهم معتدين، والاسلام انت عم تحطه بنفس الاطار. الاسلام نفس الشيء، سوى نفس الشيء، ولكن بهيئة مقدسة، وانت حاليا عم تقدس هالغزوات للأسف الشديد، وعم تقدس هالفكر الإرهابي هذا. أنا من هالمنبر راح أسأل سؤال الأخ تحسين، شي يقول على اللي خليه يجاوبني، هو جاي يسمعني هسه، اللي سواه هتلر والاستعمار وأمريكا وضربوا ناكازاكي وهيروشيما بالقنبلة الذرية،
شو يعتبر هو؟ خلي يقول لنا شو يعتبر، يعتبر اجرام؟ زين احنا بنعتبره اجرام. زين واللي فعله محمد شو يسمي هو لما راح اجتاح الدول؟ هو شو يسمي؟ اريد تسميه مالته اسمعها، شو يقول، شو يكتب لنا، شنو التسميه؟ فتوحات ويسميها فتوحات. يعني شو الفرق، ايش فرقوا عن هتلر وعن الاستعمار، شنو فرقهم؟ يعني هذا الله قال له؟ منو قال الله قال له؟ منو، منين جبت هذا الحكي؟ لانه هو قال، شنو دليله واثباته انه الله بعثه على مود يروح ينشر الدين ماله بالقوه بالسلاح؟ يعني هذا غير اله ينشر دينه بالسلاح. هذا يعني ما يقدر اله ليل ونهار نسبه ونغلط عليه، ما يقدر يحرك حشره من مكانه، او يذب علينا امراض، او يقتلنا، او يسوي لنا شيء يخسف علينا البنايات، اذا صحيح. هو عم كاتب لي انه بوش غزاهم بدافع ديني. على كل حال هذا كلام فارغ، تحسين، هذا انت تخريف منك، وهذا زياده عن اللزوم، فارغ. عيب اصلا تحكي هيك شيء. اذا خرف له كلمتين بوش، هذا لا يعني انه امريكا دخلت بدافع ديني. وين الدافع؟ اي دافع ديني؟ جيت جابت لك القواميس، الكتاب المقدس، هذا هون صار كذب وافتراء. تحسين افندي صار كذب وافتراء. يعني لا تقول لي والله بوش داخل دافع ديني، ولا الغزو للعراق كان دافع ديني. هذا نحن شفناه قدام عيننا، ومو انت اللي جاي درسنا والله شو سوى بوش وسوت امريكا وكيف غزوت العراق. يعني دخلت بوضع سياسي تحطم العراق، اللي هدد اسرائيل بجيش القدس مليون، وهالحكي الفاضي هذا، وهدت العراق، وهلا عم تهد سوريا، وما تم وفرفطتهم كله في سبيل اسرائيل، مو دافع ديني والله جاي ينشر المسيحيه. هذا نعم اجرام، طبعا اجرام. نحن كلنا بنقول المجرمين هذول، ولكن المسلمين مجرمين اكثر منهم. وانت جاي هلا بدك تقول لي والله بوش داخل دافع ديني، هذا الحكي عيب اصلا تحكيه. يعني منا اغبياء لهالدرجه حتى تعاملنا بهالطريقه هي. جان انا اعتقد ما راح يجي المناظره هذا تحسين. أنا أتمنى يجي، أعتقد ما راح يجي المناظرة، لأنه إذا هيك عنده هيك أسلوب وكلام، إحنا يعني صراحة يعني نرحب فيه، يعني بأي وقت يجي، خلينا نشوف شلون راح يوقفنا كلنا، ما يخالف، إحنا موافقين، بس أنا أشك إنه راح يجي اسمه. خلي ننطي، ما نحرق المناظرة، خلي نشوف شنو الكلام اللي يقوله، خلي يجي يوم المناظرة وشوف شنو الاثباتات والكلام اللي يقوله، احنا نحب نسمعه. على كل انا راح نتجاوز المساله هاي، وطبعا المناظره قائمه، والاخ تحسين اهلا وسهلا فيه، وننتظره يوم الاحد، هذا شيء اكيد يعني. ولكن هالمساله هاي مساله ما بعرف يعني تعفيس على البقله هو عم يساوي. على كل خلينا ناخذ كلمه اخيره منك، وبمناسبه اخي تحسين، انت بعد رجعت بعثت لي، بس دقيقه واحده اشوف. قالها حرب صليبيه، ولكن ليست حرب صليبيه اخي تحسين. على المهم ما بدنا نحكي بهالموضوع كثير. قال حرب صليبيه، وهو واحد مخرف اصلا. امريكا لا تعتبر حروب دينيه حاليا، هي حروب سياسيه كلها بقلب بعضها، وخربوا بلادنا للأسف الشديد، واستعملوا ديننا الشيعة ضد السنة، والسنة ضد الشيعة، استعملوا الدين الإسلامي مشان يخربوا العراق، وخربوا سوريا، وراح يخربوا السعودية، ويخربوا إيران، ويخربوا تركيا، وكل هالبلاد هاي سياسيا. والحجة تبعتن أو الوسيلة تبعتن هو الدين الإسلامي، شيعة وسنة، هاي هي القصة كلها. على كل حاج تكتب لي، أرجوك حاج تكتب لي. طيب هو عم بيقول لك سأحضر المناظرة. طبعا بكل تأكيد أخي تحسين أهلا وسهلا فيك، والمناظرة قائمة مثل ما قلت. وطبعا يوم الأحد موعدنا الساعة 8 بتوقيت لندن، 10 بتوقيت بغداد راح يكون. على كل مشان موضوع القناة الجديدة أصدقائي، طبعا الأغلبية راح يشوفوها مسجلة على القناة القديمة.
انا راح احط رابط القناه الجديده كمان تحت التسجيل، بتمنى من اصدقائي يشاركونا ويشاركوا بالقناه حتى ويوصلوها لاصدقائهم، يعني اللي ما له خبر، اللي ما عنده علم يعلم يا شباب، يعني بشان تساعدونا ويوصل صوتنا لكل الناس. تفضل اخي حكمة، كلمه اخيره بتحب تقولها.